الأهلي مؤسسة، اه ويمكن المؤسسة الوحيدة اللي بتدار بشكل احترافي في مصر، ده ما فيش كلام. الرئيس هو الرئيس، لكن هناك أفرع كثيرة جدا لإدارة النادي الأهلي. الرئيس الكابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي الأهلي، لكن مش في إيده كل حاجة وهو اللي بيعمل كل حاجة. لأ لأ، في داخل هذه تخصصات المؤسسة تخصصات، في لجنة كورة، صحيح، فيها شركة كورة، في جهاز فني، في لجنة تعاقدات، صحيح، كل واحد في شغله، ما حدش بيقرب ناحيته. وعشان كده هو ده سر نجاح النادي الأهلي. وبعدين الكل بيشتغل للنادي الأهلي مش لحاجة تانية. ما حدش بيشتغل ليه بقى؟ الخطيب، ولا الخطيب محتاج حاجة، لا محتاج شهرة، صحيح، ولا محتاج تلميع، ولا محتاج أي بالعكس حاجة. ده الخطيب، يعني هو لو قعد في البيت أنا هيبقى عارف، ده الخطيب مش محتاج الكلام ده خالص. صحيح. وعشان كده النادي الأهلي نمرة واحد عنده. لجنة الكورة، كابتن محسن كابتن صالح، محسن، كابتن زكريا، ناس ناس كبار، وناس فاهمة، وناس جاية عارفة دورها، عارف دوره كويس قوي، ولا يتخطى هذا الدور. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ جهاز الكورة نفس الحكاية، مدير الكورة، لجنة التعاقدات. وانا قلت ان انا كنت مثلا اكلم كابتن سيد، سيد، والله سيد يقول لي لا اكلم امير، صح، كلم اكلم امير، والاتنين ولادي، واخد ربنا بالك؟ طبعا، يعني سيد وامير دول تأجيال اولادنا. كثيرة جدا يا كابتن، اقول بسم له الله يا ما شاء امير الله. يقول لي كذا كذا كذا، طب يا امير الفلوس يا امير وبتاع وكده، يقول لي لا اكلم الكابتن كلم الخطيب. الكابتن بقى، دي مش هو بتاعتنا. ده، انا ماليش دعوه بالقصه دي بقى، واخد بالك؟ فلا، في ناس، ده ناس بتشتغل كل واحد في شغله، كل واحد ما بيتخطاش حدوده في الجانب الاخر، حقيقي. وبالتالي المنظومه ماشيه، عارف، تروس تروس شغاله في الماكينه بدون، لصالح النادي الاهلي، كله بيساعد بعضه، التروس دي كلها بتساعد بعض، صحيح، وبدون ان ترس يضغط على ترس تاني فيبوظه. هي دي منظومة النادي الاهلي.